يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بحضراتكم. وعندنا النهارده اكلات حلوه جدا وشكلها مغري انها عايزه تتاكل في الحقيقه. وفريده موسى منوره كالعاده، اهلا بيك. يا اهلا يا اهلا، والله بنورك. ايه الحلاوه دي؟ انت اللي حلو والله. شعوله بقى، شعوله ابدا. اخبار المصيف معاكي ايه ولا مصيفتيش؟ لا لسه لسه. ما انتش شكلك لسه لسه مبيض. لسه. هنعمل ايه؟ كل ما اخد اي حاجه على طول بروح. بتحبي تسافري كذا مره ولا مره واحده كده اسبوع على بعضه؟ الاثنين والله، لو عندي فرصة أعمل الاثنين. فاكرة زمان وإحنا عيال صغيرين؟ ده مكان الصيف كله 3 شهور. أنا يعني تقريبا لسه ما صيفتش برضه. لسه صح؟ أنا روحت الساحل كذا مرة، كلهم شغل. طبعا شغل تصوير، هوا، شغل 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 شغل. فما شفتش لسه البحر. لسه بقى إحنا هنخلص الشغل. أنا أحب أصيف في شهر 9 لأسباب عدة. إيه بقى؟ طيب اول حاجه من نص التاني من 9 كمان، يعني بعد 15/9 تكون مدارس والجامعات دخلوا. فالدنيا فاضيه، الدنيا فاضيه، هدوء. البحر في شهر 9 بيكون جميل بجد. طبعا بيكونش فيه بحر عالي ومفيش الموج والكلام ده. بعد برضه شهر في نص التاني من 9 بتلاقي الحاجات بقى اللي في الساحل رخصت. طبعا ما كله مشي، مفيش حد بقى غيرنا. ده بيبقى لطيف جدا. بس هو اهم حاجه عندي الهدوء، ومفيش دوشه على البحر. صح. مفيش شباب، خلاص كلهم مشوا. مفيش اطفال، في بقى كبار السن، فالدنيا بتبقى لذيذه هاديه كده ولذيذه. انا بقى احب المزاج ده. خلاص يبقى احنا نص التاني من 9. لا بجد اكيد اكيد مصيف، والجو كمان بيبقى ألطف. مفيش، الرطوبة بتقل جدا في الساحل، مبيبقاش رطوبة، والبحر بيبقى حلو وهدوء والحاجة رخيصة. فتستجم بقى. استجم. لكن انا الدوشة دي اروح صخب. لا هو اليومين دول فعلا دوشة قوي، دوشة قوي. ما علينا، قولي لي بقى ايه الأكل؟ شكله فظيع. طبعا إيه ده؟ انا هقول لك بقى. احنا هنعمل وصفتين لشيف أمال جلال الله يرحمها. أول واحدة فيهم هنعمل كيك السمك، وهنعمل سلطة البنجر، وآخر حاجة هنعملها عصير تفاح بيتي بالقرفة، اللي هو أبل سيدر، بس هنستخدم فيه عصير تفاح. عصير تفاح حلوة قوي قوي قوي، جميل. أنت من أكتر يمكن الشيفات اللي عندنا اللي عم بتعمل وصفات لمدام أمال جلال. بجد بشكرك. يعني انت كل حلقه تقريبا بتعملي وصفه بنتعلم والله منها. اصل وصفاتها حلوه تحفه، وعايزين الناس تفضل صح تعمل وصفات. وعلاء عندها كتير قوي يا شريف، يعني احنا لو قعدنا كده على اليوتيوب مليان. مليان طبعا. طيب عايزه تبتدي بكيكه السمك؟ نبتدي بيها. يلا نقول المقادير. اتفضل. نص كيلو سمك مفروم، بس طبعا مسويينه قبلها. ربع كوبايه شبت، ربع كوبايه كرفس، بصله صغيره مفرومه، فصين ثوم مفرومين، حبه فلفل احمر مشويه، معلقه مستردة، معلقه بيكنج باودر، 3 معالق زيت، ملح وفلفل، معلقه قشطه، ربع كوبايه لبن، نص كوبايه دقيق، 3 قطع عيش توست مفروم، نص كوبايه جبنه مبشوره، 3 بيضات. خلاص نبتدي. ايه على فكرة هو الـ40 بتاع مدام أمال الفترة دي. هنحط ايه هنا؟ نبتدي. هقول لك بقى بإيه. نجيب ويست بس الأول. هنعمل ايه الحاجات السائلة الأول؟ اللي هي ايه بقى؟ هكسر أنا البيض. نحط هنا في ايه؟ ممكن نحط لبن كلهم؟ نكسر بس البيض الأول، نتأكد من واحدة واحدة. أيوة نضيف من غير ما يقع. في ملح وفلفل، زيت، أي حاجة بتساعد. طبعا هنحط ملح وفلفل. دي التانية. نتأكد من جودة البيض اللي احنا متأكدين منه، بس ايه لازم نوريكم اهي. دي التالتة. هنحط بقى ايه؟ ملح وفلفل. بس انت قلبي وانا هكمل. والفلفل في الاخر. تعالي تعالي انت قلبي بقى وانا هجيب لك كل الحاجات. ملح والفلفل في الاخر عشان نشوف الكميه محتاجه قد ايه. خلاص هنا احنا حطينا كده المواد السائله تقريبا. هحط بقى المستردة. وصفاتها حلوه قوي يا شريف. قوي قوي حقيقي. والثوم. وثوم مبشور مفروم. وهحط القشطه. القشطه. كل حاجات ريتش قوي، وصفات غنية. وبعدين هحط بقى ايه؟ نبتدي بقى ايه على طول؟ نخلي الدقيق والبيكنج باودر في الاخر. هحط عليهم البيكنج باودر بس اللي هما الدقيق.
قرقاص. كانت تطلع كويس قوي. كرفس والشبت، كل الحاجات دي بقى بتدي طعم للسمك مش طبيعي. والبصل هنا كده، هشيل لك كل ده دلوقتي. والفلفل المشوي الاحمر. مشوي خدتوا بالكم؟ كل ده بيفرق في الطعم في الاخر. نبتدي بقى نحط الملح صح؟ والفلفل ماشي، هنكتر بس فلفل اسود عشان البيض والسمك. ادي السمك ده سمك مسلوق او سمك مشوي. انا مشوي اي سمك عندنا، ممكن يبقى بواقي سمك على فكره عندنا. احنا مفتفتينه كده، مش هرسينه قوي يا شريف عشان ايه يبقى طعمه باين جوه. كده بعد كده احط الجبنه المبشوره اي نوع، وهنا العيش التوست المفتفت فرمناه. بعد كده بقى ايه، هخلط الاول البيكنج باودر مع الدقيق، وهخلط بيكنج باودر ودقيق. بعد كده بقى معلقه عاديه، ممكن بس الزيت عشان احنا ما حطيناهوش، 3 معالق بالظبط. وادي الزيت. حلو قوي. لا وصفه تجنن، غنيه جدا، كلها فوائد يا فندم، كلها فوائد. وشكلها هتبقى وتنفع في عزومات، هتبقى شيك جدا. تخش الفرن؟ هندخلها ده بيتبطن ورق بزبده ولا مش؟ بص ده ما بيلزقش فمش لازم. لكن لو عندكم القالب بيلزق، يعني شاكين انه ممكن يلزق فيه الكيك، هنغطيه، هنحط فيه ورق زبده. احكي لي بقى الحاجات الحلوه دي بتخش الفرن وتقعد قد ايه؟ هتقعد تقريبا 30 دقيقة على درجة حرارة 180. 30 دقيقة؟ اوكي. بصوا بقى جربوا الوصفة دي، وانا شايف ان دي في العزايم حلوة قوي قوي قوي. والوصفات كمان مختلفة يا شريف، يعني في أي عزومة، يعني لو في كده هتخش. احكي لنا تاني معلش الفرن. ماشي، هنعمل بس كده. هتخش الفرن قد إيه؟ هندخلها لمدة 30 دقيقة، من 25 ل 30 دقيقة. درجة حرارة؟ 180. بس هتطلع ورونا بقى شكلها بعد ما هتطلع. هنا بعد ما طلعت بتتقدم سخنة أو باردة يا شريف. أوكي. بتتقطع بقى، عايز تقدمها كاملة وبعدين تقطعها في العزومة، تمام. أوكي. فهي كده متقطعة. كل واحد حسب إيه؟ ذوق. حلو قوي. بهذه المناسبة أيوه هسمعك أغنية حلوة قوي. يلا بينا. على ذوقي وذوقك. يلا بينا. سواح. أيوه. للعندليب عبد الحليم حافظ الله يرحمه، بصوت عندليب شريان حسام حسني. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم ونكمل مع فريدة. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. اهلا وسهلا. نعمل لكم دلوقتي حاجات حلوه قوي على مزاجي. فريده موسى كل اكلها ومشروباتها على مزاجي. الحمد لله. صح كده؟ طبعا. اهلا طبعا. بيكي. اهلا وسهلا. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل عصير بيتي اللي هو بالتفاح بالقرفه، وبعدها بقى نعمل السلطه. طيب اول ما هنقول منتجات بيتي، يعني هنقول عندنا عصير التفاح، المانجا، البرتقال،
الجوافه، الكوكتيل. ويمكن بيتي بالنسبه لي في ميزه مهمه جدا في منتجاتهم، ان منتجاتهم بدون الوان صناعيه او مواد حافظه. عشان كده احنا عندنا هنا في 4 شارع 20 بنحب نستخدمها وبنقدمها مشروب لضيوفنا اللي بيجوا لنا ولسكان الشارع. طب تقول لنا المقادير؟ يلا بينا. اتفضلي. 4 علب عصير تفاح بيتي، حبة ليمون متقطعة شرايح، 6 أعواد قرفة، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب، نجمة اليانسون، تلج. الله، مش أحلى من كده. العصير ده ليه اسم أجنبي كده؟ أبل سيدر. مين؟ أبل سيدر. سيدر. سيدر؟ أوكي. أبل سيدر. سيدر. زي عارفة يقول لك إيه؟ أنا ما بروح بقى مش بفهم في الحاجات دي، فيقول لك إيه؟ فرابي. كابتشينو. مش عارف انا بحب إيه؟ بقى الحاجات دي قوي يا شريف. اي حاجه فرابيه بحبها والله. انا مش بفهم ايه الحاجه، ايه الفرابيه ده اصلا؟ الفرابيه ده اللي هو بيتعمل كده بالثلج في الخلاط، بيتضرب كله مع بعض. بس بيبقى فيه لبن بيتضرب او حاجه، بيبقى فيه لبن يعني. هو الفرابيه كذا حاجه. اوكي، طب انت عايزه حاجه تغليها صح؟ بص، انا علشان اطلع الطعم بتاع القرفه واليانسون والحاجات دي في العصير، هو احنا كده كده لازم نقدمه بارد. بس عشان اخد الطعم من الحاجات دي هغليه، بس غلوه صغيره. هتغلي ايه بقى؟ هاخد علبتين وعليهم الحاجات اللي احنا يبقى احنا كده عندنا علبتين عصير بيتي تفاح هنغليهم. اوكي، وبعد كده بعد ما يغلوا هنعمل ايه؟ هنحط عليهم القرفه. بعد ما يغلوا؟ لا يعني هنخلي القرفه تغلي فيهم غلوه. اوكي ماشي، عشان ياخدوا الطعم بالظبط. وفي ناس بتزود على فكره عليه شاي للي عايز يعني. والله هيبقى حلو برضه. وهناخد شويه صغيرين قوي جوزة الطيب، رشه خفيفه. الله الله، جوزة الطيب برضه بتدي مذاق هايل للاكل. نجمه اليانسون، الليمون بقى في الاخر مش محتاجين نغليه خالص. اوكي، وطبعا هو فيه سكر كويس فمش محتاجين نزود اي سكريات. أهو. ده هياخد غلوة، هنسيبه يغلي قدام الناس. غلوة واحدة. اوكي، وبعد وهنا كده بقى هنحط. طب احنا كده حطينا هنا على النار لغاية دلوقتي، حطينا العصير، عصير بيتي تفاح، وعليه القرفة ورشة جوزة الطيب صغيرة قوي، ونجمة اليانسون. احب انا بقى الحاجات اللي تتحط على بعض دي. انا كمان، انا بحب الحاجة اللي طعمها حلو وسريع. صحيح، يعني ما نقعدش نعمل خطوات كتيرة قوي. طب في حاجة هنعملها لغاية ما ده يغلي؟ ممكن نجيب العلبتين بقى التانيين. التانيين. اوكي، وهجيب التلج بقى. احنا هنعمله فرابيه. اوكي، ايه رأيك؟ بس انا فاهمين يعني ده هنحطه عليه؟ بس احنا محتاجين بس ناخد غلوة عشان ناخد عشان طعم ال احط لك هنا علبتين. طب يلا، ادي اول علبة معانا من عصير. احنا ممكن، انت اخترتي النهارده التفاح عشان دي تتعمل بالتفاح. ما ينفعش تتعمل بطعم تاني. أوكي. والبرتقال ما ينفعش؟ لا، ما هي ابل سيدر. انا ما جربتش بقى. الاختراع اسمه كده. بس احنا بنحاول نخليه بطعم اكتر. وكمان الحاجات دي ما بتتباع بره في الكافيهات، غاليه قوي. انا رايي والله تبتدوا تاخدوا الافكار بتاعه الحاجات دي وتعملوها في البيت، بلاش تشتروا الحاجات دي. انا رايي كده جدا. يعني دلوقتي البرامج بتاعه الاكل والحاجات اللي احنا بنعملها لكم دي، ليه بقى تروحوا تشتروا حاجات جاهزه؟ اهو احنا بنعمل لكم كل حاجه. يعني الاكل جاهز، اختراعات، عايزين حاجات فرابي موجود، مش فرابي موجود، كل حاجه موجود. كله 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 كل حاجه ممكن تعمل في البيت. انا هنا تقريبا غلي. خلاص قرب يغلي، فاضل سنه. اوكي، طب في هذه الاثناء هنحط ناخد التلج بقى. نجيب التلج من التلاجه. انا عايزه اخلي الفليفر بتاع الليمون بقى فيه، فهاخد شريحتين كده من الليمون. احطهم هنا. حلوين قوي. تلج بقى. تلج كتير لزق كل مرة بيحصل كده. احنا ممكن نستنى عليه. هنا تقريبا خلاص يعني داخله في، نسيبها تغلي ولا ناخدها بقى؟ انا حاسه انا حاسه ان الريحه طلعت. تمام، حط ده فين بقى؟ على ده؟ ده المفروض في العادي في البيت هنسيبه يبرد خالص وبعدين نعمل الخطوه دي عشان ما يسيحش التلج. هنحطه على العصير بقى من غير القرفه. طب هنصفيها. لا استني، انا هقول لك حاجه. انت هتحطي الكميه كلها؟ ممكن ناخد منها شوية. طيب ثانية واحدة، أنا بس هحط التلج معلش يا شريف كله. حطي التلج طبعا. ده المفروض نسيبه يبرد وبعد كده نحطه. عشان بس ما يسيحش التلج. والنجمة دي برضو ما نحطهاش؟
لا ما نحطش حاجة لأن ما ينفعش مش خلاص. هتتفرم، احنا مش عايزينها كده، احنا عايزين بس الطعم مش عايز اقول لكم جمال يا جماعة الريحة اهو. كفاية. اوعي يا نجمة اهو. اوعي يا نجمة، هنحط الكرتين. انتوا ممكن تقدموه كده بالتلج ويتشرب عادي، وممكن بقى تقدموه اللي هو فرابيه زي ما احنا هنعمله دلوقتي. انا كنت فاكر ان الفرابيه ده بيبقى فيه لبن. في يعني ما هو في حاجات فرابيه باللبن. شوفي انا مش بفهم في الحاجات دي. يلا يلا شوفي بقى ايه يفتح. خلاص كده كذا خلاص. مبروكة بس كده، حلو جدا. نبتدي بقى ايه، كل ما التلج يبقى اكتر كل ما الموضوع يبقى ألذ كمان. طبعا انا هنا هجيب حتة ليمونة كده عشان نعمل بقى ايه. الله يا وادي بس كده يا وادي. ممكن نعمل كده، دي جوه او بره مش هتفرق. استني نحطه هنا في وسط اخواته. طيب نشيل الولد كده عشان ده ايه ده؟ جوز الطيب؟ عايز تحط كده مثلا؟ طبعا. لا ممكن نعمل دي كده. أيوة. لو ينفع. وممكن بقى نجمه بقى يعني يا سلام تغزلونا في هذا الشيء الحلو لو سمحتوا، عشان كده انا مبسوط قوي صراحه. احكي لنا كده سريعا عملناه ازاي؟ حطينا الاول شويه من العصير، حطينا معاهم قرفه، رشه جوز الطيب صغيره قوي، ونجمه اليانسون، وسبناها تاخد غلوه بس يطلع الطعم من الحاجات دي. وبعدين حطينا الباقي بقى في الخلاط من غير القرفه ولا نجمه اليانسون، احنا خلاص خدنا الطعم، ومعاها بقى الليمون وشويه تلج وقدمناه. ممكن بقى تعملوه بالتلج كده من غير ما تعملوه فرابيه يعني. هي الليمونة وقعت الحمد لله. الايه؟ بس الليمونة وقعت. الليمونة الليمونة حلو، هتدي له نكهة حلوة. هتدي نكهة. طيب خلصنا ده، ناقص لنا ايه بقى دلوقتي هنعمله؟ السلطة بقى. السلطة. طب قبل ما نقول مقادير السلطة، ممكن تيجي معايا نبص على الفرن؟ يلا بينا. الطبق اللي عملناه اللي هو كده استوى؟ لا لازم الأول نحط السكينة في النص، لو لقيناها طالعة نظيفة. طب استني كده. هي لسه يا شريف، انا حاسه من شكلها، بص هي لسه ما طلعتش نظيفه، فهنسيبها تكمل فوق. بس شايف ابتدت تنتفخ جوه ازاي وتحفه. يلا يا مقادير سلطه اتفضلي. يلا بينا. السلطه عندنا 3 حبات بنجر مسلوق، بصله مفرومه، كوبايه جبنه فتة، وعندنا كوبايه فصوص برتقال، ربع كوبايه بقدونس، معلقتين زيت، معلقتين خل، معلقة قصدي خل، كوباية عصير برتقان، بشر برتقان، ملح وفلفل. اوكي. شيف امال كانت بتستخدم يا شريف خل التفاح، فانا استبدلته بس خل عادي عشان بس ابقى قلت الحاجة مظبوط. صح كده. نعمل ايه؟ هناخد الأول في البولة دي هنعمل الدريسنج، خلاص؟ عصير برتقان. عصير برتقان. هحط معاه البصل عشان ياخد الطعم كده. وهجيب الخل وبشر البرتقال. خد كفايه كده خل بقى وزيت وملح وفلفل. خل وزيت وملح وفلفل. لا خليكي هنا، خليكي هنا. I'm so sorry. بس كده معلقه. حلو قوي. زيت. انا دايما بحب اعمل دريسنج الاول وبعد كده احط. انا زيك. ملح وفلفل صح؟ رشه ملح كده خفيفه وفلفل بس. هنا البرتقال هيدي الطعم المسكر البرتقال. شريف خلاص بقى عدينا اللدغه. قوليها كده. طيب برتقال. لا قوليها عادي. برتقال. خلي بالك هي بتظبط ساعات بتطلع فلته. ما عشان ظبطك تماما. هنا هحط البنجر. بنجر يا جماعه، البنجر ده من اهم الحاجات اللي لازم والله مفيد تستخدموها. وعلى فكره لما بيتاكل كمان من غير سلق بيبقى مفيد اكتر. احط البرتقال. برتقال وشويه بقدونس والجبنه بقى في الاخر. ممكن هقول لك نعمل ما جبت طبق غرف. ماشي. ريحتها خطيره. ريحتها حلوه قوي. في ناس كمان بتحط تفاح. بس هو كده حلو. ممكن اقدمها ازاي؟ احط الجبنه عليها من فوق؟ لا هقول لك حاجه، هقول لك هنعمل ازاي؟ هقول لك عشان الجبنه ما تتبهدلش عشان الحر جميل. اه
الحمد لله. حطي الجبنه هنا في دي في دي. اوكي عشان تطلع. بصي احنا هنعملها كده وبعدين كده بقى البس حاجه في ايدي ولا لا؟ لا ممكن كمان تعملوها في النص الجبنه قطعه الجبنه كامله. لا انا حطيتها هنا وكده البنجر عشان تاخد لون. لون؟ بصي اهي خلاص طبعا. وبعدين ممكن اجيب معلقتين صغيرين. هاتي معلقه ثانيه كده. عايز تعمل الحركه اللي هي كده كده كده؟ هتعرفي تعليها؟ ماشي يلا. عايزها كلها ولا حتت حتت؟ اتنين تلاته كده معاك. ماشي ناخد اتنين تلاته. هي دي كده. يلا اطباق النهارده حلوه وسهله الحمد لله. بس بتعرف الفرن دي كانت تخلص. شكلها حلو. الله مالك يا جبنه حلوه تحفه تحفه. ايوه احطها بقى فين تاني هنا بس ده في الشكل الجميل ده. غرفناها قدام. سوري. يلا ثانك يو. احكي لنا كده عملنا ايه النهارده من الاول يا فريده؟ النهارده عملنا وصفتين لشيف امال الله يرحمها. اول واحده كيكه السمك وعملنا سلطه البنجر بالجبنه. وثالث حاجه عملناها عصير بيتي بالتفاح والقرفه اللي هو ابل سيدر. اشكرك ميرسي شرفتينا كالعاده ونورتينا. ميرسي ليكي.